تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي دنجوان الستينيات اللي ترك بصمة كبيرة جدا في عالم الفن سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما. اسمه الحقيقي محمد كمال الشناوي. كمال الشناوي مش بس فنان في السينما أو في الدراما، لكن كمان كان فنان لأنه تخرج في كلية التربية الفنية وعمل مدرس للرسم قبل ما يبدأ مشواره الفني عام 1948. تعالوا نتعرف على محطات مهمة في حياة الفنان الراحل. النهاردة طموحنا عظيم وأملنا كبير. النهارده بنعمل ادوار صغيره، بكره هنعمل ادوار بطوله. الفنان الموهوب لازم هيجي يوم اسمه تقول بكره المجد هيخضع لي في يوم من الايام. نفسي في فرصه واحده، الفرصه اللي كنت مستناها جات لك لغايه عندك. تمر اليوم ذكرى وفاه الفنان الكبير كمال الشناوي دنجوان الستينيات الذي ترك بصمه كبيره في عالم الفن سواء في الدراما او السينما. اسمه الحقيقي محمد كمال الشناوي، ولد في مدينه ملكال بالسودان عام 1918، وانتقل إلى مصر مع والده في طفولته. كلها فيلم ولا اتنين والناس تشاور عليا وتقول أشرف حمدي أهو. لحد ما يجي اليوم لازم أنا أبحث. شارك في أول أدواره وهو طالب في المرحلة الابتدائية عبر فرقة المسرح في المنصورة، وتخرج في كلية التربية الفنية وعمل مدرساً للرسم قبل أن يبدأ مشواره الفني في عام 1948. سعيد أنت جننت؟ جننت يوم ما سمعت كلامك، خليك طوالي. وناوي تروح على فين؟ هدلك على السكة زي ما كنت بتدلاني زمان. صوت طوالي. خلال مسيرته الفنية قدم كمال الشناوي أكثر من 272 فيلماً تنوعت أدواره ما بين الخير والشر والكوميديا والدراما. من أشهر أفلامه الأستاذة فاطمة مع فاتن حمامة، وحموات فاتنات مع إسماعيل ياسين، واللص والكلاب مع شادية، وبابا أمين مع فاتن حمامة وحسين رياض، والواد محروس بتاع الوزير مع عادل إمام، والكرنك مع سعاد حسني ونور الشريف. والدي الله يرحمه كان دايما يقول لي يا خالد اهم صفه في الانسان اخلاصه لاصدقائه. الحقيقه اخلاصك لحلمي خلينا نطمع احنا كمان في صداقتك. ايه المانع انك تكون صديق لنا؟ كما شارك في عدد من المسلسلات الاذاعيه والتلفزيونيه مثل هند والدكتور نعمان واولاد حضره الناظر والعائله والناس. سمعة العيلة وكرامتها بقت مهددة من اللي بيسوى اللي ما يسويش. ازاي يا باشا؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ بعد ما كانوا أجرة وفلاحين وبيشتغلوا في أراضينا بقوتهم، بقى عندهم دلوقتي أراضي وفلل على زراعي. شكل الشناوي ثنائيا رائعا مع الفنانة شادية، حيث بدأوا التعاون في فيلم حمامة السلام عام 1947، واستمروا في 32 فيلما آخرين منها عدل السماء وساع القلبك وظلموني الناس. أنا مش ممكن أبدا أوافق على الكلام اللي بتقوليه ده إلا إذا كان في سبب تاني. زي إيه؟ حد تاني يهمك أمره وخايفة أشوفك معايا. اخفى عليك يا حسين، ما كنتش أفتكر إنك تظن فيا بالشكل ده. يبقى كل اللي قلتيه ده ملوش أي أهمية عندي. كان كمال الشناوي منتجاً بارزاً، حيث أنتج 17 فيلماً بداية من وداع في الفجر في الخمسينيات وآخرها نساء الليل في السبعينيات. بيتاجر في الفن، عايز نرسم له وردة ولا شجرة ولا بغبغان، أقنعه الزايد عشان يشتري. والله يا أحمد إن ما اشتراش منك هيشتري من غيرك، هو هيستناك، الرسامين على قفا من يشيل. نال الشناوي العديد من الجوائز، منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992. طلباتك ايه يا ست ام محروس؟ ياخد اعفاء من مصاريف المدرسة طول ما هو بيتعلم. دي مقدور عليها. وان شاء الله ان شاء الله لما ياخد الثانوية العامة تاخده عندكم في كلية الشرطة. ده لسه بدري عليها قوي يا ست ام محروس. الله، يا ترى مين هيعيش؟ أنا أوعدك بس ادعي لي إن أنا أكون لسه في الوزارة. توفي كمال الشناوي في عام 2011 بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا خلد ذكراه في قلوب محبيه.